ودلوقتي معادنا مع فقرة السبورة ونشوف الشغل التكتيك والشغل الفني اللي تم في مباراة الترجي والأهلي في ملعب راديس. كريم محضر ايه معاك النهارده؟ طبعا محمد امبارح كانت مباراة بكل أمانة من جانب واحد تماما هو النادي الأهلي، وسط مشاهدة ومتابعة من لاعبي الترجي وجهازهم الفني بقيادة الكابتن طبعا نبيل معلول. أكيد طبعا طبعا زي ما قلنا في الفقرة الأولى الترجي بكل أمانة عنده مشاكل وإحنا عارفينها ورصدينها منذ بداية دوري الأبطال، وهنا في كتفك يا أهلي اتكلمنا كتير على كل أندية أفريقيا، وكنا حتى بنعمل حسابات هنلاعب مين. بصراحة إحنا قلنا يعني الأهلي من حسن حظه إنه يقابل الترجي في النسخة الحالية. كولر إمبارح رغم إن هو دارس الترجي كويس جدا، واضح جدا جدا من يعني من شغل اللعيبة داخل الملعب إن كان في دراسة قوية وواضحة للترجي، ولكن مع ذلك كولر أصر على احترام الترجي الى اقصى درجه. ايه الدليل على كده؟ ان الثلاثه اللي بدا بيهم في نص الملعب يملكون نزعه دفاعيه اكثر من النزعه الهجوميه، رغم ان كلنا مثلا بنقول ايه العب بمروان وحمدي وحط ايه قندوسي مثلا يعني. الراجل قال لا انا هلعب بثلاثه دفاعيين اكتر عشان املك نص الملعب، وكده او كده من دراستي للترجي انا هلعب خلف مين؟ الاثنين الباكات الفول باك، خصوصا بن حميده. بن حميده يعني حللنا اداؤه كتير قوي في كل يعني منابر يلا كوره واتكلمنا عليه كتير، وقلنا نقطه ضعف كبيره عند الترجي، وشفنا طبعا ان هو سوء التمركز الشديد لما بيخش عشان يغطي في عمق الملعب بيفتح مساحة كبيرة جدا جدا جدا، وشفنا بيرسي تاو ازاي استغل المساحة دي مرتين، مرة في الشوط الاول في الهدف الاول ومرة التانية في الهدف التاني كمان. وكان يعني ده الهدف التاني مش عايز اقول لك بيرسي تاو واخد الكرة من الشمال وداخل لغاية هنا اهو ولا الهوا حدش بيقابله ولا حد بيقول له انت رايح فين ولا جاي منين ولا اي حاجة، الراجل ماشي براحته. وخلي بالك والترجي مش مطلوب منه لعيب، عارف محمد بيفرج على الماتش شوط تاني ممكن يقول لك ايه هو الترجي طلب منه لاعب ده بسبب حاجه ده بسبب ايه؟ بسبب الفركشه، الفرقه متفركشه، الفرقه كده كده كده. اللي شاف الترجي والصفاقسي، شاف الترجي والنجم الساحلي، شاف الترجي والاولمبي الباجي في الدوري والافريقي، لا 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 الفرقه فعلا فرقه ما عندهاش ثقافه يعني قرب الخطوط مش موجوده عند اللعيبه فعلا. الموضوع بعيد جدا 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 تكتيكيا، وعشان كده شوف النادي الاهلي بيقدر يعمل حاجتين، العب ورا بن حميده بشكل مميز جدا، وكمان الكوره اللي كانت بتتلعب البينيه لكهربا ما بين الاثنين المساكين شفناها الشوط الاول اتلعبت ثلاث مرات نجحت مره وكهربا انفرد، الشوط الثاني بقى حدث ولا حرج. طبعا انا عايز اقول لك الشوط الثاني لعبت الترجي كانوا بيلعبوا النادي الاهلي بضغط عالي عشان يتعادلوا وكله طلع لقدام ومساحات كتيره، عشان كده شفنا في نهايه الشوط النادي الاهلي كان يقدر في اخر 10 دقائق بس يجيب 3 جوان في اخر 10 دقائق، كان يقدر يوصل الفارق لست اهداف في اخر 10 دقائق. ليه؟ ان خلاص الترجي بيهاجم، طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر نزلوا كم هجمات مرتده كلها الاهلي رايح 3 على 1 3 على 1، ده في كره بتاعت طاهر محمد طاهر لو فكر بس يباصي لمحمد شريف خلاص المساله هدف. وبالتالي انا بشوف كولر النجاح الانتصار الكبير ده ينسب لكولر، ينسب لجهازه الفني، ينسب لمحللي الاداء اللي درسوا الترجي بشكل كويس وقدر النادي الاهلي يقدم مباراه ويحقق نتيجه تاريخيه في استدراج. طيب بمناسبه التكتيك ده وسريعا وبنختم الحلقه، نعم الشوط الثاني في القاهره يقدر كولر يعمل نفس السكور ولا من مصلحته انه يلعب على الهادي ويامن عشان يطلع باقل خسائر محدش ياخد انذار وكده؟ والله بص هو طبعا احنا عندنا مشكله طبعا حمدي فتحي، حمدي فتحي عنده انذارين، وطبعا انت يجب تجنيب حمدي فتحي المباراه دي بكل الاشكال خلاص جنبه تماما عشان عندك حاجه تانية. انت عندك ياسر ابراهيم، مروان عطيه، كل واحد انذار الماتش ده لو لا قدر الله حد انذار تاني هتبقى مشكله. دي لازم النهارده الجهاز الاداري في النادي الاهلي يدي الشيت بتاع الانذارات بالكامل للمدير الفني ويقول له خلي بالك المباراه كمان مش مستاهله خالص، ان كمان الترجي بخلاف الاوضاع السيئه هو فيها كمان نبيل معلول استقال من منصبه، فبالتالي الفريق هيلعب بجهاز فني مؤقت، يعني الدنيا اصلا مش في افضل حاجه بالنسبه للترجي، ويمكن يعني الماتش الجاي هيعدي بسهوله ويسر. بالظبط بسهوله ويسر،
فانت انا اعتقد لازم تحط في بالك ماتشين الفاينل باذن الله. مبروك يا كريم. شكرا جزيلا يا محمد. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، والف مليون مبروك للكره المصريه. بالتاكيد من بدايه برنامج في كتفك يا اهلي، والحمد لله الانتصارات متتاليه، كاس عالم انديه، دوري ابطال افريقيا، خلاص بقى على خطوه الحلم الاخير، حاجات بسيطه ونفرح كلنا بالاميره الافريقيه. لكن دايما وابدا هنكون معاكم اول باول عشان نشوف كل المستجدات الخاصه بالفريق في المباريات الافريقيه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.